ماتش كبير انجاجمون فيزيك فينالمون ظهر نقطه رضات برشا ليتوال. لا لا نقطه رضات ليسبيرونس خاطر ليتوال نلعبوا نحن على الشامبيونا وبريحيه كبيره دونك جينا اليوم وحبينا باش نربحوا وكنا نجموا نربحوا والحمد لله معناها نقطه معناها ثمينه ونكملوا باش خلينا نكملوا باكثر رياحيه معناها في الماتشات الجايين وان شاء الله مازالت خطوه صغيره تستنى فينا باش نتوجوا ان شاء الله ربي معنا. غازي قبل ما نحكي فنيين كيفاش نفسروا التونسيون الكبيره اليوم في الماتش اقل فوت الملاعبيه من دوز ايكيب يحكيوا برشا برشا تونسيون. صحيح برشا تونسيون خاطر بتعرفوا اهميه المقابله هذه بالنسبه لزوج جمعيات فهمت؟ كاوما هذيك هو الماتشات الكبار معناتها باش تلقى برشا تونسيون باش تلقى برشا واحد اجواء تشوف كفنوه استاد سخون منا ومنا الاربيتر ما كانش ما تحكمش في المقابله تحب ولا تكره فهمت مسيب اللاعب منا ومن هنا هذاك علاش صارت الحكايات هذه. صعيب تعملت حسمه البطوله؟ لا مازال ما تحسمتش البطوله ما دام ما شديت حتى شيء فيك مازال ما تحسمتش مازال كله لعب. انا دو ماتش انا ماتش في جابس نروح ماتش في جابس تحسن البطوله. فرانكي à nouveau le sacrose a apporté il était porte bonheur aujourd'hui. effectivement c'est un sac quand tu me vois porter ce sac sache que c'est un sac qui a besoin qui a soif de victoire quoi. Mais اليوم برشا كلام بصراحه من الاربيتر اكثر من لازم منكم انتم ولا حتى من اسبيرونس. صحيح هذول الاسبيرونس حبوا يبروفوكيو يعملوا بروفوكاسيون للاربيتر سورتو الجوهرة نتاعنا احنا عرفنا كيفاش ناخذوا الماتش ده مارتين ياخذوا علينا الافونتاج نعرفوا كيفاش نعرفوا كيفاش نرجع الحمد لله هذول كيب حاضره واقفه كم الفوق ان شاء الله نكملوا ناخذوا ان شاء الله جاي خير وكم ان شاء الله. جينا على ثلاثه نقاط من الاول ما قبلناش اللعب كنا عارفين رد فعل اكيد تاع الاسبيرونس ما عنده ما يخسر كان باش يكون معناها يقدم قدام حاولنا كيفاش نمتصوا شويه الضغط نتاعهم سورتو 15 20 مينوت الاولانيه بون جا الهدف الاولاني نتاعهم وشفنا معنا فريق نرزين سور تيران ما دخلناش بعضنا رجعنا في المقابله في ال 45 دقيقه ومن بعد الشوط الثاني صار نفس السيناريو تقريبا وكنا مؤمنين بحظوظنا لاخر لحظه باش نجموا نسجلوا ونرجعوا في المقابله فوالا الحمد لله. برشا كلام مع الحكم من الفريقين اسو بوان كبار عليه الماتش امين بن نصر. شوف نحترم لي زربية الكره مع كامل احتراماتي الكل ونحترمهم ونقدرهم خاطرهم يحترموني كلمة حق لكن نحب الاربيتر ديما معناها ياخذ بزمام الامور في كل مقابلات.